لن نستسلم، فالتوصل إلى اتفاق ما زال ممكناً. كلمات متفائلة صرح بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجاءت تصريحات بايدن بالتزامن مع وصول وزير خارجيته أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تبذلها واشنطن مع كل من مصر وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة. في تل أبيب التي وصلها للمرة التاسعة منذ 7 أكتوبر، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن المحادثات بشأن قطاع غزة قد تكون آخر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين، ودعا بلينكين كل من حركة حماس وإسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات، مؤكداً أن المحادثات تمر بلحظة حاسمة من أجل وقف إطلاق النار ووضع الجميع على طريق أفضل لسلام وأمن دائمين. وخلال الساعات الماضية كثفت القاهرة من تحركاتها واتصالاتها مع كل الأطراف المعنية لإنجاح جهود الوساطة الثلاثية لمصر وقطر والولايات المتحدة وسد الفجوات التي قد تشكل تحديات تعرقل المفاوضات. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء في غزة ويجنب المنطقة عواقب التصعيد. وبين جو التفاؤل الذي تعيشه واشنطن والحذر الذي صدرته إسرائيل بعد محادثات الدوحة، يتواصل مسلسل الموت في قطاع غزة، وتستمر آلة القتل الإسرائيلية التي استباحت كل شيء في ارتكاب المزيد من الجرائم بلا هوادة، حتى باتت غزة واحدة من أبشع المحطات الإنسانية في التاريخ.